فرحانة برشا في وصل أغرامك ضيفتنا اليوم من يا رجل 21 سنة طالبة سنة ثالثة حقوق أما من عمر 3 سنين تمارس في رياضة الجمباز 18 سنة والأغرام متواصل لليوم و29 تتويج حتى لليوم زادة مرحبا من يار شرفتي مرسي فرحانة برشا اللي نضح بكم مرسي في الانفتاسيون مرحبا منيار لاعبة جمباز إيقاعي في المنتخب الوطني ندخل طول في الموضوع ساعة كانت تفسرنا للناس اللي تسمع فينا شنو الفرق بين الجمباز الفني والجمباز الإيقاعي جمناستيك أرتستيك اللي هو الجمباز الفني فيه 4 أغري بالنسبة للبنات سول بوتر بار شوال بالنسبة للأولاد 6 يزيد البار فيكس والبار باراليل والشوال دارسون جمناستيك ريتميك هو فيه لزنجان avec la musique cerceau ballon massue ruban corde ساعات تتنحى ساعات تقعد للجونيور sinon صغار يزيد عندهم sans engin جمناستيك ريتميك فيه اكثر غراس بوتي اكثر من سوبليس موزيك دانس الارتستيك اكثر اكروباسي دونك مسكولاسيون فورس اي تو دونك فرق كبير بيناتهم الزوز خليني نقول شنو اللي خليك تختار الايقاعي ان فيت كنت شامبيون في جيمناستيك ارتستيك ديجا بديت اول مره في المنزه 6 عند مسيو حمادي عياري نوجه له تحيه كان يسمع فينا بعد صار ان تيست في سيتي اولمبيك اختاروني باغمي البنات اللي باش يختاروهم للاكيب ناسيونال جيمناستيك ارتستيك في اول شامبيونه جبت ميداي دور بعد جابوا لنا انترينور من جورجيا مسيو تيمور نحييه برشا حييه جورجيا ديما نجي لولا في الارتستيك وبعد عجبني الريتميك دونك قلت لها ماما نحب نجرب قعدت نجرب فيهم الزوز بعد قالت لي راه ما يجيش معناتها لازمك تختار حاجه بركه يا اخي بعد اخترت الجيمناستيك ريتميك خاطر حسيت فيه جو اكثر وموزيك وبدني يزيد معناها يمشي اكثر مع الريتميك دونك اخترت في الاخر جمباز الايقاعي منيار الغرام انه بدا من عمر 3 سنين نعرفوا فما برشا رياضات فما الفوت الهاند التنس دونك شنو اللي خليك تختار الرياضه هذه بالذات ان فيت كنت صغيره كانت اختي مريم تترين جمناستيك في المنزه 6 حسب ما حكيوا لي قالوا لي نمشي انا وماما باش نتفرج نستناوها دونك نحضروا كربع ساعه في الاخر نتفرج فيها بعد كي نروحوا للدار يلقاوني نعاود في ليزيكزيرسيس الكل وحدي دونك من وقتها كي لاحظوا هزوني لونترينور دونك دخلت بديت دونك سيتي غراس اختي مريم مجهوله تحيه مريم بحذانا دايغ دونك من وقتها بديل الغرام يمكن اهم حاجه من يار باش الغرام ما يتطور يتقل اكثر هو كونك تكون موجوده يمكن في سال مؤهله باش تمارس الرياضه هذه يكون معك كوتش زاده كيف كيف بالنسبه ليك انت كيفاش كانت الحكايه هذه بويسك اكيب ناسيونال معناتها عندنا لي زونترينور عندنا ديما نورمالمون بروغرام كومبيتيسيون ستاج اي تو بون عندنا مشكله في الفينانسمون بارابور لي سبور كوليكتيف تعرف لي سبور انديفيديوال في تونس ماهوش لقي حظو كيما لي سبور كوليكتيف باش نرجعوا له هذا اي دونك دونك يلزم فما انكادرومون وكل بالنسبه للي سال بالنسبه ليك انت بالله سامحني اما اصعب الاستوديو للكومبيتيسيون سأل راهو احسب روحك تعرف شنو يحسب روحك قدامك جوري لهنا ولازمك تتحصل على كلي نوت تعرف فم فاز بار لي ميم اوكازيون اللي انا نعتبرها صعيبه كدور هذوك مزوز عرفت الديسيبلين نتاع كلي فم زوز دور هذيك تبدا في الهواء ولازمك تتشقلب عرفتها ولا لا بخلاف البوتر هذيك اللي هي صعيبه فهم واحد ما عادش فاهمه شيء زدت طبعا اي نسكت اي تفضل اي طلعش نحكي على رياضه اخرى مش يحكي على الجمباز حسب ما نفهم اي المهم مش جمناستيك نرجع للجمناستيك منيار بالنسبه ليك انت دونك كنت فما سال واحده ترينيت فيها فما انترينور واحد كمل شد معاك هكا ثنيه معينه ولا كيفاش كنت لي زونترينور يمشي ويجي ومعنا يتبدلوا بالمناسبه ذي نحب نقول لي انا عندي 8 سنين نترينا وحدي في الاكيب ناسيونال تظلمت برشا صاروا لي برشا مشاكل اسبيرون مع البريزيدون جديد مسيو عبد الباسط بوعبيدي ان شاء الله يلقى لي حل ويكون عندي انترينور جو رميرسي لا فونداسيون ديتيك دو جيمناستيك اللي خذت الشكايه نتاعي بعين الاعتبار وان شاء الله فما حل والقادم خير ان شاء الله
منيار كما قلت من الأول منيار الجربي بطلة العرب 2016-2019، بطلة تونس 2010-2022 جمباز إيقاعي، بطلة تونس 2006-2009 جمباز فني. مع التتويجات هذه الكل بين تونس وخارج تونس، كنت تحكينا كونه ما فماش دعم من الدولة في هذا الكل، ما فماش كون تلفت لك، قلت كونه 8 سنين تترينا وحدك، دونك معناها هل حاولت تتواصل مع الجهات المعنية مع الصورات المعنية؟ راني ناخذ في جوائز، راه قاعدة نمثل في تونس خارج تونس وفي العالم. باه بطبيعة معناتها باش تصير شكاية راني توجهت معناها أول حاجة للجامعة، وبعد للوزارة، وبعد للجنة الأولمبية. كان مسؤول يسمعك راهو يسمعك وما يرجع لكش. ما نعرفش معناتها، حاولت دونك كي لقيت ما فماش حل لهنا، دونك وليت طلعت معناها بالشكايه نتاعي للفيدراسيون انترناسيونال اللي وجهوني للفونداسيون ديتيك دو جيمناستيك، والحق لقيت لو سوتيان اي ليكوت معناتها ياسر. توا عام كامل معناها بريسك لونكيت معناتها لقيت عباد سمعتني. نحب نوجه تحيه للدو كوتش نتاعي، كوتش ميسا غزباني، هي توا في دبي، تلهيت بيا في الاكاديمي سان لاي وقت اللي انا ما لقيت حتى حد باش يرانيني اون 2018 حتى 2020. ونحب نشكر كوتش هنيده غزباني وسان ماري مسيو محمد فاضل غزواني اللي حضروني للشامبيونات دافريك اللي كنت فيها في جوان في مصر. توا انا معناتها نقعد اون كونتاكت مع كوتش هنيده بار ميساج، تصلح لي حاجات وكل اون اتوندون نلقى حل. لقيت قدري وقيمتي لبرا، معناتها بابا يرحمه صرف عليا برشا، وماما تويكا كو سوا ماتيريال ستاج كومبيتيسيون تونو كل شيء على حسابي. جو ريميرسي شاك اكسبير جوج انترنور من امريكا، من جورجيا، من بلغاريا، اللي كل ما نلقى روحي وحدي وعندي كومبيتيسيون نمشي لهم يصلحوا لي باش نهبط بريزونطابل، ومن بعد بطبيعه انا نهز لي ميداي الكل ويتصوروا معايا المسؤولين، ومن بعد نرجع غبلود ديما تنلقاو حل وما فما حتى شيء. والا مسؤولين يقولوا لك تلعب في دور الضحيه، فما مسؤول سابق نحب نوجه له تحيتي مش باش نذكر الاسامي، نلعب في دور الضحيه، مانيش ضحيه وباش ناخذ حقي ان شاء الله، وعندي فونداسيون ديتيك دافع على الزاتليت. كان يجيوك شكون مثلا دوله ويقولوا لك نعطيوك ناسيوناليتي وتجي تلعب معنا؟ حاولت نبدل ناسيوناليتي اون 2017، مشيت لامريكا باش نبدل الاوراق. لقيت ديفيكولتي خاطر فينانسمون لازم سبونسور، عندي مشكله ما لقيتش سبونسور من 2014، ديجا من 2014 معناها نترينا وحدي شارج برشا، دونك ترينيت شهر في امريكا عالم آخر نلقى قدري وقيمتي لبرا معناتها بالحق. حاولت نبدل المغرب، حاولت نبدل ليبيا، ما نجمش لازم عندي أوريجين معناها من الماضي. مستعدة كاريمو معناتها ما عادش تلعب تحت الدراب التونسي أنا وصلت لتا هذايا معناتها. دونك قلت كان مش باش تشكي للفونداسيون ديتيك بعد راك كان باش تبطل، ما تقولش يا ليتني شكي. معناتها راهو نحكيو على شامبيون، راهو عندها دي ميداي دور في العرب، في الافريك، في تونس، في الجمباز، معناتها مسؤولين وعمرها 21 عام، معناتها فهمتني قداش من ميداي. اعطينا بالماريس سيمي قداش عندها. دونك عندها الحقيقه ليست طويله، حسبتها من تقريبا 29 تتويج بين تونس وخارج تونس. من يار جربي نعاود نذكروا كونها عندها 18 سنه في الغرام هذايا، في الحب هذايا، 29 تتويج كما ذكرنا. دونك منيار انت حكيت على المشاكل، حكيت على انه ما فماش مسؤولين تسمع، ولكن قلت لي كانوا فما وعود حاليا. قداش عندها الوعود هذيا قاعده تصير حاليا؟ سيتواسيون ماهيش كيف قبل، خاطر معايا فونداسيون ديتيك معناتها فما معناتها شكون معايا تويكا. دونك الحقيقه لي انسبكتور نتاع الوزاره نحب نوجه لهم تحيه بالحق باش نسميهم مدام هاني، مسيو عاطف، مسيو صالح، اللي بالحق هما كانوا حاضرين ويعرفوا كل شيء ويوصلوا كل شيء، اما ديما بعد يعني في اتخاذ القرار يعني تعرف سلطه وزاره وكل يعني لوغ بوفوار معناها مش كبير. دونك توا ان شاء الله
مع البريزيدون جديد خاطر تبدل البريزيدون مسيو عبد الباسط ان شاء الله فما وعود ان شاء الله نستناو انه الوعود هذه تتحقق انه منيار جربي شابه تونسيه 21 سنه جابت برشا دي ميداي لتونس ان شاء الله علاش ليه كان فما مسؤول يسمع فينا توا ولكن فما مسؤول من بعد هكا شاف الفيديو هذه ان شاء الله نتلفتوا للمواهب اللي عندنا في تونس دونك فرحانه برشا نذكر انه ضيفتنا منيار جربي ما ظهرتش برشا في الاعلام خليني نقول رغم التتويجات اللي تحصلت عليهم منيار غيرك في عمر صغير يمكن كان ينجم يخلي هذا الكل ويقول لك علاش عليا نرجع نقرا تبارك الله تقرا معناها سنه ثالثه حقوق ولا يقعد يقول لك جوست نخدم على مستوى وطني دونك انت شنو اللي خليك تشد صحيح وتكبش في كل مره نحب السبور هذايا نحب بلادي نلعب على الدرابو حلمي للجوز الاولمبيك ان شاء الله باغي 2024 كان لقينا الحل وعندي انترونور ويعملوا لي بروغرام وبريباراسيون كيف ما اي بلاد اخرى ان شاء الله يعني انا نقول اللي عنده دليل قال لك وحدك من غير كوتش انت ترينا توا اي توا اي ديجا نترينا نهارينا كهو في الصاله نستنى معناتها في حل في بينهم بيك عندك ميداليات هذوما الكل المسؤوليه وفما حتى حد يعرف الناس كل تعرف منيار كان توا ان شاء الله تتحل السيتوياسيون هذيا كان فما شكون ما نعرفش انها تتبدل حاجه بعد الباساج هذيا ولا بعد حتى الناس اللي وعدتك بالحلول وبالوعود دونك تنجم نتصور تتنحيها فكره كونك تبدل الناسيوناليتي وترجع تلعب على دراب وتونس اي انا نحب بلادي هذاك علاش قاعده نحاول للاخر باش نلقى حل باش نلعب باسم بلادي ديجا حتى باش نبدل صعيبه معناتها لا نحب بلادي نحب نلعب باسم تونس أبخيتو معناها أنا ترينيت لهنا بزيت لهنا حتى كان صاروا مشاكل راهي تقعد بلادي وإن شاء الله إن شاء الله فما حل ونحب نقول أي أتليت ما تخافش باش تتكلم على حقك طنكو ما ظلمت حد ما تعديت على حق حتى حد من حقك تترينا من حقك توصل من حق الدولة تصرف عليك أنت تترينا وهما يخدموا السبور والناس كل في الآخر باش توصل لتونس الفوق ان شاء الله حب سبورك وترينا وما تسمعش ليمين ليسار وكبش في حلمتك وانتي منيار زادة نحبك تكبش في حلمتك وان شاء الله يا ربي الراوك مؤهلة هكا واكثر واكثر جوائز وتتويجات بحذنا مريم جربي كنت قلت في اول الانترفيو كيني نعرفك مريم قرينا مع بعضنا مريم مليم قرينيش مع بعضنا انا عندي ما تدخليت دونك مريم جربي دانسيز تونسية اختك مريم قلت لي كونه هي اللي غرمتك دا يغبل بسبور هذية ولكن كيفاش كانت الامباكت متاحة في الكارير متاع منيار اليوم بويسك مريم هي كوريغراف دانسوس بروفيسيونيل دونك عنا احنا في الجمناستيك ريتميك الكوتي ارتستيك معناها عنا بارتي با دو دانس في الانشينمون وتوا معناها في الكود دو بوانتاج الجديد بارتي كبيره معناها على الارتستيزم بالبدن والوجه والاكسبرسيون دونك مريم تعاوني في الدانس باش ما نبداش كيما تقولي هي تخدم كي الروبو خاطر احنا ديما مكبوسين وكل دونك عندها دونك فما كوتش كمان فما كوتش نتاع دانس في الدار بالنسبه للعائله منيار نحب نكمل مع الوالده زاده معاك ديما كانت حاضره نتصور حتى الراه في التصاور نتاعك في التتويجات اليوم زاده جات معاك للباساج دونك نتصور زاده فما انكوراجمون كبير ياسر من لي بارون ان فيت الحمد لله يا ربي اللي انا تربيت وكبرت في عائله تمن بالقدرات نتاع صغارها و توصلهم وتصرف عليهم وتعطي من وقتهم وضحاو برشا على خاطرنا سختو انا كسوا مصاريف والا راهو لا عنا عطله لا صيف لا شتاء معناتها نضحيو الناس الكل وديما معايا نتفكر بابا يرحمه قال لي راهو كي باش تشكي وتتكلم على حقك راك باش تدخل على حرب فساد طويله اختار واحنا معاك كي خممت قلت لهم باش نشكي قالوا لي احنا معاك للاخر وما ترخش الحمد لله نحب نشكر الافوكات نتاعي مدام نزيها بوذيب دونك الحمد لله وكا دونك الوالد خليني نقول كيما حذر على جزء من نجاحات منيار زاد حذر على جزء من المظلمه يمكن كيما حكيت انا اللي تعرضت لها شنو اكثر حاجات قعدوا في بالك بخلاف كونه قال لك خذ حقك شنو الحاجات اللي ما تنساهمش قالهم لك اللي نطلب حاجه يعطيها لي هزني لأمريكا باش
باش نترينا في بلاصه مخير وكل وندخل بروغرام سيتي معناتها باش نرجعوا لامريكا لكن قدر الله ما شاء فعل وتوفى يرحمه. نكمل قال لي تشد صحيح وان شاء الله نشوفك نتفرج فيك في التلفزه في الجزء الامريك نك نخدموا على الحلم هذا. كوراج هاي هاي سافا الامور بيه سافا لامبورطون تعرف شنو لامبورطون كانوا انسان يشوف روحه خلط وحارب وضرب وحده ميمسي معناتها ما كان فما حتى حد وراه رين ما معناتها وحده وممد يدو لحد وما طلب حتى حد وكل شيء سي بون جبتها بذريع عرفت ما حاشي بحد شيء هاكا وحدي انا قلعت روحي كيف ما نقولوا احنا سي بون الامور باهي. ما زالت تحارب منيار حتى لليوم نعاود نذكر كون وظيفتنا منيار الجربي 29 تتويج نعاود نذكر في تونس وخارج تونس طفله خدمه برشا حاربت برشا على حلمتها وما زالت تحارب. الناس اللي تسمع فينا تاو تنجموا تلقاو الفيديو كامل نتاع وصل غرامك حكايه منيار الجربي حكايه غرام قعد 18 سنه ومازال متواصل. فرحانه برشا اللي كون ضيفتنا اليوم منيار. ميرسي عايش ان شاء الله ملتقانا بارزة في 24 ان شاء الله وتكون ضيفتنا هنا في بنت لافام ونحكيوا على تتويجك وعلى مشاركتك حتى ان شاء الله. ميرسي بوكو منيار مره اخرى كانت هذه وصل غرامك بالنسبه للجمعه هذه نتقابلوا الجمعه الجايه في نفس التوقيت. برافو سامسونج ساعه قبل كل شيء يعطيك صحه لي بروفيل اللي تجيب فيهم في كل مره خاطر فما عبيد ما مش قاعدين يتلفتوا لهم الناس وانت قاعده تفضل اختي سامح واش لازم خاطر منيار نعرفها من 2010 كانت جمعتنا اكسبيريونس في سوفيان شو هكا تجيب في صحابي هكا تجيب في صحابي للراديو من 2010 لما حاله قعدت ان كونتاكت مع مريم وقتها اكثر معناها مي منيار ما تقابلناش بريسك من سوفيان شو تقابلنا مره ولا مرتين قعدت نقرا عليها في مقالات قريت في الصباح قريت على تتويجاتها في الصحف معناها دونك بالحق راه كونه مهم اليوم انه تكون ضيفه في الاعلام على خاطر مش على خاطرها صاحبتي ما على خاطر عندها 29 تتويج ومثلت تونس في برشا مسابقات دوليه. هو برافو سيمي من جديد وفخور بيك برشا منيار وان شاء الله معناتها تهز الرايه نتاع بلادنا اكثر واكثر. الرياضه اللي نحكي لك عليها هذه طلعت اه لزنو فوالا كيفاش نجم نفسر لي هاي اكلي فيها زوز حليق اكلي بلي يسري وريهم الرياضه هاي الرياضه ذي اللي ناكس جيمناستيك ارتستيك فوالا اللي فيها زوز حليق ما هي لا محل بنشوفوها في البيت بنشوفوها في الباج فيسبوك مقلوبه فوالا نحكي على ذي الرياضه ذي ملينا صغيره عقدتني هذه فهمتني فوالا وصار طلعت تحكيوا على نفس حاجه انا مانيش لا يحكي على نفس السؤال وحاجه اخرى بلي المسؤولين صح عليكم عندكم بيروات فيهم كليماتيزوريت وبونويت وايسونس وكراهب وفازيت ودنيا كل فما ناس معناتها يعلم بها ربي مرمده ويعلم بها ربي تعبه نورمالمون بنيه كيف هكا معناتها راهي عملت ما عملت والباركور نتاعها ما اقوى الباركور نتاعها ما اكسح جوسا خاطر انتوما لهين تلعبوا فك سوليتير معناتها في الادارات نتاعكم فلذا اخرجوا وامشيوا فما عبيد معناتها فما دي تالون فما دي معناتها حاجه رهيبه في المناطق في درا قداش من ولايه وما تلفت لهم حتى حد بلاهي ما تلفتوا لهم وعملوا حاجه خليهم مال البلاد هذا ما يهجوش منها صغارها واولادها وما يمشيوش يبدلوا الناسيوناليتي ومو معناتها يقعدوا عندهم شويه فخر وانتماء للوطن فوالا هذيك هو يزي هاي سامسو ميرسي بوكو منيار ميرسي بوكو.